ازيكم رجعنا لي شارك كل خير بتاعتكم فيديو جديد من سلسله نمط البناء حارس مرمى. شكرا يا رجاله جدا على دعمكم في الحلقه اللي فاتت، وصلنا تقريبا 92 او 91 لايك، فشكرا جدا ليكم. وكده عرفت ان انتم خلاص عايزين السلسله دي بشكل اساسي، وباذن الله هنكمل فيها. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا حارس مرمى للنادي الهلال، فانا طاقتي 67، مش عارف بصراحه ممكن اعمل سكيب للموسم ده بحيث ان اللاعب بتاعنا يتطور شويه، الحارس بتاعنا يتطور، ونلعب اول الموسم الجاي مثلا طاقته تبقى 70 او 75، يعني حاجه زي كده في الحدود دي. اوكي المباراه دي هنلعب اساسي، حلو خلينا نلعب اساسي في البطوله الوديه علشان ما نضمنش احنا في المباريات اللي في الدوري هنلعب ولا ايه، فاحنا لازم نشارك في البطوله الوديه ونثبت نفسنا فيلا بينا على طول اول لقاء بسم الله. اوكي يا رجاله ندخل على طول ارضيه الملعب، يلا على طول الهلال في نصف النهائي البطوله الوديه، يلا باذن الله هنحاول نفوز في ناس كتير قالوا لي غير الكاميرا فهغير الكاميرا. اوكي غيرنا الكاميرا على طول، يلا بسم الله نحاول نلعب لقاء كويس جدا وافضل من الحلقه اللي فاتت. وفي برضو ناس كتير قالوا لي ما تطلعش من جون، خليك في الجون، فانا برضو بشارك يعني فاهم، انا بلعب عادي يعني. حلو حلو، جوفينكو شوت يلا الهلال، يا الله يا جدع الاول راح يا جدع، لا 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 غلطه مني ممكن تسبب في هدف اول. نركز 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 ماشي مبدأ الأمان، يلعب لجونك، المشكلة الجون مش أمان. جونك مش أمان، دي المشكلة. أبو نبيل تركيز، أبو نبيل هيشوط ولا إيه؟ أهم حاجة التركيز. لا 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 خلق يا ولد على الدفاع، حلوة يلا سالم من أول، ولا عمر خيبين تقريبا، يا ولد يا عمر. أيوة هو ده الكلام، هو التأهل هلالي جول. خلي بالنا ممكن تبقى خطيرة يا ولد يا نبيل، هو ده الكلام، أول هجمة تقريبا يعني علينا. حلوة باصي ورا، يلا جوفينكو مصيري، يلا والله جول. شوف نبيل حارس المرمى بيسجل هدف اول في شباكهم يا ولد يا نبيل، جول عظمة يا نبيل، وبيسجل اول هدفه في الشباك وبنتأهل رسميا الى النهائي يا ولد يا نبيل. ابو نبيل هدف يا ولد، عظمة هدف اول على طول. والحلقة اللي فاتت عملنا اسيست لو تفتكروا، يبقى كده عملنا هدف واسيست، فحاجة عظمة. اوكي على طول بنتفوق في اللقاء وبنفوز 2-0 بهدف مني وهدف من جوميز تقريبا، ولا عمر خليبين جاب هدف وانا جبت هدف، وابدعنا. اوكي انا واخد 8.5 حاجه كويسه جدا، ويعني حاجه عظمه ان انا اجيب هدف يعني في اللقاء، دي حاجه كويسه جدا. وهنقابل كاشيما، اوكي هنقابل كاشيما في النهائي، زي ما شايفين كله بيتحدث عني ان انا جبت هدف عالمي وان انا فوزت الفريق الهلال. اوكي مباراه النهائي هلعب اساسي اكيد في مباراه النهائي، يا رب نرفع اول لقب لينا. يلا بسم الله نخش على طول، لازم نفوق كده جوميز ونحاول نسجل في اللقاء ده، يلا بسم الله، يلا جوميز تدريب بي كمان. اوكي يا رجاله مباراه النهائي البطوله الوديه، لكن هي بطوله في الاول وفي الاخر، كاس الصداقه هي بطوله، مباراه كاشيما الياباني امام الهلال السعودي، باذن الله الفوز ولا شيء غير الفوز. انا ابو نبيل حارس مرمى نادي الهلال، باذن الله نفوز باللقب ده باذن الله تعالى. يلا رجاله كاس حلو، الكاس جميل وعظمه، باذن الله الفوز، يلا بسم الله. لا اختبار، ها نركز فوق لازم نركز يا ولد يا نبيل، عالمية من حارس المرمى ابو نبيل وبيشيلها. لا والله كرة صعبة، شوف الكرة حطها له في الزاوية صعبة جدا، لكن ابو نبيل باقتدار بيشيلها جول. اوكي شيل، لا تقريبا انفراد ده، يا نبيل
هنخسر اللقاء ده ولا ايه. شوف انا والله رحت معاها حاولت عليها لكن المدافع بصراحه يعني لخمني. حلو يلا بقى يلا بقى يا جوميز العب يا جوميز. يا الله ضعيف قوي ضعيف. ها يلا يلا شافينكو يلا في التعادل يلا من الهلال يلا. ايوه كده يا شافينكو جافينكو 1-1 من نادي الهلال بيردها على طول. عظم عظم عظم. اشوف الباص وجافينكو في الدقيقه جول جول جول. يلا عليك. حلوه 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 حلوه. روح روح روح. يلا جول يلا جول يلا جول. والتاني من الهلال يعني من الهلال جافينكو. يا ولد يا ولد يا ولد. انا بديت الهجمه خلي بالك. بص 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 بص. لا مش هجيبها من اول. هيجيب الهدف على طول. حلو ماشي مش مهم. المهم ان احنا جبنا الهدف الثاني وبنتفوق على كاشيما الياباني. ايوه الله عليك. انا بعمل ايه انا بعمل ايه. ارجع ارجع ارجع. انا بعمل ايه. تشيل والله البتاع علق يعني. بص بص معلق واقف. انا عمال احرك في الانلوج وهو واقف. هو معلق. معلش يا جدعان انا اسف انا اسف انا اسف. غلط ما غلطوش. انا هاف جوني بس انا حرفيا مش عارف ايه اللي اتحرك يعني. وقفت سبت لبسنا هدف ملوش اي لازمه كنا متقدمين عليهم. الو يلا العب جوميز تاني. يا اناني يا اناني انت اناني والله يا اناني. يا نبيل لا يا نبيل خلاص خسرنا والله ما ذنبي يعني. هو داخل عليا وانا طاقتي 67 يعني اصدها ازاي اصدها ازاي. صعبه 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 في الدقيقه كمان. خلاص بس مش مشكلتي مش مشكلتي. هو اناني ما بصهاش لجوميز. لا استنى خسرنا خسرنا 3-2 بعد اداء رائع. بس انا السبب زي ما كنت السبب ان احنا نفوز الجوله اللي فات اللي اسمه ايه الماتش اللي فات كنت السبب ان احنا نخسر في الماتش ده. بس والله اللعبه علقت. انا واقف وبرجع لكن اللعبه واقفه يعني اللاعب واقف. شكلنا بقى هنقضيها تدريبات لحد باذن الله ما نتطور كده ونبقى شكلنا يعني نبقى اقوياء كده. كفايه ان احنا نقدر نلعب. اوكي طاقته بقت 68 وحلو والله زادت كتير كمان. طاقته زادت بقت 68 ماشي. لسه 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 عايزين نوصلها لحاجه و80 عايزين نوصلها لحاجه و80 يعني كده نفكر نلعب المباريات العاديه. بفكر اعمل كده بصراحه اقعد اعمل سكيب للمواسم علشان نقدر نلعب كحارس مرمى عادل يعني للنادي الهلال او لاي نادي عموما لو هننتقل يعني. اوكي يا رجاله رجعنا لكم تاني بعد موسمين وطاقتي حاليا بقت 80 خلاص ماشي في ال 81 وعمر 21 سنه وسعري بقى 45 مليون دولار. والله والله سعر غالي سعر غالي. عدى موسمين طبعا يا رجاله. خلينا نشوف المركز الاول. الموسم الاولاني طلعنا في المركز الاول. لا الموسم الثاني طلعنا في المركز الاول اللي هو الموسم اللي احنا فيه حاليا اللي هو خلاص خلص ده. طلعنا في المركز الاول زي ما انتم شايفين. وفي الموسم اللي قبليه طلعنا في المركز الثالث فوصلنا ربع النهائي في كاس اسيا. وحاليا احنا لغايه دلوقتي في ربع النهائي الموسم اللي اسمه ايه الموسم اللي جاي هنلعب باذن الله ونكمل. فا اوكي خلينا نشوف. انا طلبت طلب انتقال طلبت مرتين لكن المدرب مش راضي يمشيني. المدرب مش عايزني امشي مش عايزين ان هم يبيعوني رغم ان انا عايز اتباع ونعم مبلغ غالي 45 مليون لكن انا هحاول ان انا يعني امشي احاول ان انا امشي. عايز انتقل مع كل احترامي يعني لنادي الهلال لكن عايز اروح تجربه جديده في نادي جديد وفي دوري جديد كمان من الدوريات الكبرى. فزي ما انتم شايفين طاقتي اهي بدات تستاد وتوصل ل 81 فدي حاجه كويسه جدا. طلبي تمام اكبر به اخيرا سيتم اضافتي على قائمه الانتقالات ولو جالي عرض مناسب باذن الله هنظبط الاداء. فتمام انا حاليا موضوع على قائمه الانتقالات. رب بس يعني جينا عرض كده كويس وجميل من فرق كبيره من فرق كبيره انا هرضى باي عرض. اوكي يا رجاله وصلنا لفتره الانتقالات ولغايه دلوقتي ما جالناش اي عرض لحد دلوقتي. ادينا مستنيين يعني عرض من نادي كبير يعني صرفوا 900 ولا داخلين في المليار ومش عايزين مش قادرين تصرفوا عليا 55 مليون بس. تمام خلاص احنا هنبقى
في نادي الهلال يا رجاله، وهنكمل باذن الله معاهم الموسم باذن الله. خلاص انتهى اليوم فتره الانتقالات، ما علينا، هنكمل باذن الله رجاله الدوري مع فريق الهلال، بس هنلعب ماتشات المهمه بس من كبار السعوديه بس يا رجاله. اتمنى يكون عجبكم، استمتعتوا بيه، زر لايك، اشتركوا في القناه، كما معكم محمد نبيل فاهم. انا اشوفكم على